السلام عليكم أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكونوا بخير. معكم بتول من مطبخ بتول قوجة. برحب فيكم من جديد، وبناء على طلب المتابعين في المنتدى وصفتنا لليوم هي البطة، وأكيد رح نعمل كمان جنبها رز. تابعوني للأخير عشان تذوقوا أطيب وصفة بطة. وهلأ خلينا نروح سوا نشوف المقادير وطريقة التحضير. لتحضير البطة رح نحتاج بطة كاملة نية. أنا عم بستعمل هذا النوع من البط، بيجي تقريبا وزنه كيلو، كيلو ونص أو كيلو 300 جرام. بالنسبة للمطيبات رح نحتاج بصلة حجم وسط، وجزرة مقطعة، 4 ورقات غار، وأعواد قرفة، وقرنفل، وحب هال. رح نحتاج كمان معلقة كبيرة فلفل مشكل، ورشة فلفل أسود، وملح حسب الرغبة. بالنسبة لتوابل للرز رح نحتاج بصلتين حجم وسط مفرومين، وجزرتين مبشورين، حبتين فلفل أخضر مفرومين، وزبيب حسب الرغبة. رح نحتاج كمان مع الرز مطيبات اللي هنن أعواد القرفة والورق الغار والقرنفل وحب الهال، بالإضافة للليمونة مجففة. ورح نحتاج كمان معلقة صغيرة زنجبيل مطحون وفصين ثوم مطحونين. في عنا كمان 3 كاسات رز. أنا عم بستخدم رز بسمتي، وفيكن أنتو تستخدموا أي نوع رز أنتو بتحبوه. رح نحتاج كمان معلقة كبيرة كركم، ومعلقة صغيرة فلفل مشكل، ورشة فلفل أسود، ومعلقة كبيرة مرق دجاج. وعنا كمان 1/4 كاسة زيت زيتون، ومعلقتين كبار زبدة. بدنا نغسل البطة كتير منيح ونصفيها من المي، وبعدها بنحطها بطنجرة غميقة ومنغمرها بالمي، ومنترك المي تغلي، وبعدين منشيل الزفره من على الوش. رح نضيف الفلفل المشكل، والملح، وعم نضيف كمان رشة فلفل أسود. وهلأ رح نضيف المطيبات اللي سبق وحكينا عليهم، ورق الغار وأعواد القرفة والقرنفل وحب الهال. رح نضيف كمان البصلة منقطعها لمكعبات ومنضيفها، ومنضيف الجزر، أنا تركت البطة حوالي 1.5 ساعة على النار، وهلأ استوت عندي وصارت جاهزة. بدي احطها بصينية مع شوية من المرقة تبعيتها، ونحطها بالفرن لنحمرها. لبين ما تحمر عندي البطة بالفرن رح نبلش نجهز الرز. رح نحط زيت الزيتون طنجرة غميقة، والزبدة، رح نضيف البصل المقطع، ومنحركه مع زيت الزيتون والزبدة لحتى يدبل. بعد ما دبلوا عندي البصلات رح ضيف الثوم المهروس، وبحركه كمان.
وبعدها منضيف الجزر المبشور والفلفل الأخضر المقطع، ومنحرك كل هالمكونات مع بعضهم منيح، وبعدين منضيف الزبيب، والزبيب مثل ما قلنا حسب الرغبة، هلا رح نضيف المطيبات للرز اللي هن ورق الغار وعواد القرفة والقرنفل وحب الهيل والليمون المجفف، ونحمص المكونات كلها مع بعض. رح نضيف الزنجبيل المطحون ريحة التوابل مع الزنجبيل المطحون بتجنن، رح نضيف كمان إلهم الفلفل الأسود والكركم. هلا عم نضيف الفلفل المشكل ومرق الدجاج، وطبعا ما بننسى نضيف الملح. أنا سبق وغسلت الرز ونقعته حوالي ساعة، وبعدين صفيته منيح من المي، وهلأ عم ضيفه للخلطة اللي عملناها سوا. هلأ رح ناخد المرقة تبعت سلق البطة ورح نحطها للرز، رح نصفيها. الكمية لازم تكون حوالي الإصبعتين فوق كمية الرز. أول ما تغلي مية الرز رح نوطي النار ونغطي الطنجرة. هيك صار عندي الرز جاهز، شايفين كيف الحبات بتطلع مفلفلة والريحة كمان بتجنن، وكمان صارت عندي البطة جاهزة. أنا سكبت الرز وحطيت عليه البطة، وهلا عم بوزع المكسرات. المكسرات دايما كمان حسب الرغبة، أنا بحط لوز وكاجو. مثل ما شفتوا الطريقة كتير سهلة وسريعة، ما بتاخد مننا وقت كتير. بتمنى انكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها، وألف صحة وهنا. ما تنسوا السبسكرايب وتفعيل زر الجرس، وتشاركوا الفيديوهات اللي عجبتكم مع أصدقائكم، وما تنسوا تدخلوا على المنتدى وتعطوني آرائكم بالوصفات الجديدة، وبشوفكم دايما دايما على خير. كانت معكم بتول من مطبخ بتول قوجة، والسلام عليكم.